أعرفوا كيف وصلتم إلى هذا المكان. هذا ليس مهم، المهم هو أن الكفار على باب بيتنا، ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءاً من قضيتنا. يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي، وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات، ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. اسحب تحت الأسلاك الشائكة. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل إلى الباب لاختبار آخر. اختبئ وراء الستار واستعد لإطلاق النار على الأهداف. وسيتم توقيت الاختبار النهائي، استكمله في أسرع وقت ممكن. اطلق النار على كل الأهداف، وبعد ذلك اطلق الإلماء. يجب أن تحطم الباب مع أخيك. أثرت إعجابنا. هناك مكان لك في قضيتي. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب. إذا اخترت اليمين سوف Listen.